امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 لا تفتح هذا الكيس البلاستيكي. متواجدين في بلدية المحمل وبالضبط في ثانوية الشريط طيب باش نشرفوا على انطلاقة امتحانات باكالوريا. نذكر انه الولاية تاعنا تحصي اكثر من 12,000 يعني مترشح لهذا يعني الامتحان. عندنا اكثر من 7,000 بالنسبة للمتمدرسين وأكثر من 5,000 بالنسبة للمترشحين الأحرار. إذن و يعني فيه حوالي 35 مركز امتحان.